السلام عليكم اهلا وسهلا بمتتبعي الكرام شكرا آه اليوم جينا باش نستمر في هذه القضايا المؤلمه اللي كتمس المجتمع المغربي ديالنا واللي حنايا دابا ولات كتكاثر وكل مره كنتصادفوا مع واحد الملف اللي فيه القتل وفيه على اساس انه تم تكييفه على اساس اما حادثه سير اما موت عراضي اما آه ازمه قلبيه او شيء من هذا القبيل آه حنا عاوتاني اليوم تلاقينا مع هذه السيده اللي جات على الابن ديالها مراد ملي آه اكتشفت انه آه تقتل وتم تكييف المسألة على أساس أنها حديثة سير آه فعلا شفنا الملف وتبنيناه ودرسناه وحطت الأستاذة خيار نيابة ديالها وبتعاون معي آه درسناه ولقينا بأنه آه القتل هذا ماشي حادثة سير وذاك المكان ديال ديال الطريق ليس هو مسرح الجريمه وما كاينش الاداه ديال الجريمه وداك النهش عن طريق الكلاب هذاك مفتعل المهم اننا حنايا طاعنين في هذاك التكييف اللي كاين وغادي ان شاء الله نحولوا الملف ديالهم الى جنايات وغادي يجيو كلشي الاطراف اللي تسببوا في القتل ديال هذا الشخص هذا واذا اضطر الامر اننا غادي نديروا اعاده اخراج الجثه واعاده تشريحها وتطبيق كل ما هو علمي من يعني تحقيق في الهواتف النقاله وتواصلات عبر يعني الاعمده الارصده باش نعرفوا كل واحد فين كيتمركز كل واحد شنو الدور ديالو وحنايا لا احد فوق القانون حنايا كل واحد اللي ما دارش الخدمه دياله او اللي ساهم عن قريب او بعيد غادي يتعاقب في هذه المشاكل اللي كيتسببوا ديال القتل العمد بالترصد لهاد النساء المكلومات اللي ضاعوا في الابناء ديالهم في عمر في عمر ديال ما بين 23 حتى 27 سنه هذا الشيء لا يعقل حنا راه ما غنسكتوش على هذا الشيء وغادي نمشيو معاهم في المساطر القانونيه اللازمه وكنعزيو هاد العائله هادي المكلومه على هاد الابن ضياع ديال هاد دي الابن ديالها كان هو يعني سندهم ومعيلهم وكنتمناو اننا غادي نوصلوا معاهم باش ناخذوا لهم حقهم ان شاء الله شكرا لكم